أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة آخر مستجدات الترتيبات للمشاورات السياسية وحالة الدلال التي تحظى بها ميليشيا الحوثي وما يمكن أن تسفر عنه. وصل المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء لمرافقة وفد ميليشيا الحوثي المفاوض للمشاركة في المشاورات المرتقبة. وقالت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي وصل مطار صنعاء لنقل الوفد الحوثي المفاوض عبر طائرة كويتية إلى السويد. وتأتي زيارة جريفيث هذه بعد إعلان التحالف أن طائرة أممية ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحا من ميليشيا الحوثي إلى مسقط. وقال التحالف في بيان له إن طائرة تجارية تتبع الأمم المتحدة ستصل اليوم الاثنين إلى مطار العاصمة لإخلاء الجرحى الحوثيين، ويرافقهم 50 شخصا وثلاثة أطباء يمنيين وطبيب يتبع الأمم المتحدة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل ستسهم حالة الدلال هذه في إنجاح المشاورات أم ستظل الميليشيا على موقفها المتعنت؟ وهل نحن أمام جولة مثمرة أم أنها استكمال لمسيرة الفشل التي تخللت الجولة السابقة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. الطريق إلى ستوكهولم ليس ممهداً على ما يبدو، فموعد انعقاد المشاورات لم يحدد بعد وفقاً لوزارة الخارجية السويدية، في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مساعيه لجمع الأطراف في موعد من المرجح أن يكون أوائل الشهر الجاري. النبأ الأهم في سياق جهود المبعوث الأممي يتصل بنجاحه في إقناع التحالف بتسهيل نقل 50 جريحاً ومعهم 50 آخرون من مرافقيهم إلى سلطنة عمان، ليتجاوز بهذه الخطوة العقدة التي أفشلت جولة جنيف التي كانت ستعقد في 6 سبتمبر الماضي. المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العقيد التركي المالكي أعلن فجر الاثنين أن القيادة تلقت طلباً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد 50 من الجرحى المقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة إلى سلطنة عمان لدواعي إنسانية. المالكي أوضح أن ذلك يأتي ضمن إطار بناء ثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الأممي، وأن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستقل الجرحى من مطار صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. خطوة بناء الثقة لم تقابلها خطوة مماثلة من جانب الحوثيين على نحو أثار التساؤل لدى عدد من المراقبين عما يعتبرونه فشلاً من جانب السلطة الشرعية في استثمار الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين وتحرير القيادات التي تقبع حتى اليوم في سجون الميليشيا بصنعاء. لكن موافقة التحالف الأخيرة بنظر هؤلاء المراقبين تؤشر على نجاح محتمل لغريفيث في جمع طرفي الأزمة والحرب في جولة ستوكهولم، رغم غياب رؤية واضحة حتى الآن بشأن القضايا التي سيبحثها الطرفان، وفي ظل التباعد الكبير في المواقف بينهما بشأن القضايا التي يتعين بحثها في هذه الجولة وما سيليها من جولات المفاوضات المقبلة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي. سيكون معنا المحلل السياسي من القاهرة وضاح الجليل، وسيكون معنا أيضا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أبدأ مع الأستاذ وضاح. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ وضاح. في البداية، كيف تتابع مفاوضات السويد التي الآن يحضر لها؟ هل تعتقد بأنها ستثمر بنتائج إيجابية هذه المرة؟ دعنا ما سبق الأمور، حتى اللحظة لم يغادر وفد الحوثيين العاصمة صنعاء برغم أنهم حققوا أحد مطالبهم وهو نقل الجرحى إلى سلطنة عمان للعلاج. هنا يبدو الحوثيين وقد حققوا انتصارا في هذا الجانب. أقصد كانت اشتراطاتهم، كان هذا الشرط الذي وضعوه في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر الماضي وبسبب فشلت مفاوضات جنيف،
كانوا يريدون من خلاله تحقيق أحد هدفين، إما أنهم يعطلوا حدوث المشاورات لأنهم لا يريدون حضورها، أو إذا تم الاستجابة لهذا الشرط فإنهم يكونوا قد نقلوا عددا من جرحاهم، وربما يكونوا قادة كبار أو خبراء عسكريين واستراتيجيين إيرانيين ولبنانيين نقلهم للعلاج، وبالتالي هذا سيعد نصر جزئي لهم. حاليا هم يبدو أنهم قد حققوا هذا النصر، لكن حتى اللحظة لم يغادر وفدهم العاصمة صنعاء، ومن يدري ربما يختلقون المزيد من الأعذار لعدم الحضور وإفشال هذه الجولة من المفاوضات، وربما أيضا يكونوا قد اقتنعوا بالحضور. لكن مسألة وصولهم إلى جنيف ثم الانخراط في هذه المفاوضات بشكل مباشر، هنا ستكمن الإشكالية الحقيقية. ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها الحوثيون من أجل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية؟ بالتأكيد إذا عدنا إلى البداية، الحوثيون هم متمردون، انقلبوا على سلطة الدولة الشرعية واستولوا على كافة مؤسساتها وتوسعوا في الأراضي وأشعلوا حربا ستعاني منها اليمن لأجيال ولعقود طويلة. كان ينبغي أن يتم التعامل مع الحوثيين كمتمردين لا يتم قبولهم في أي مفاوضات، لكنهم حصلوا على هذا المكسب برغم إدانتهم بقرار دولي في العام 2015، حصلوا على هذا المكسب بعد أقل من 3 أشهر من انطلاق عاصفة الحزم، وبالتالي أصبح حضورهم إلى جنيف في تلك المرة أصبح بمثابة الاعتراف بهم كقوة موجودة والتعاطي معهم كأمر واقع. الآن وبعد هذه الـ3 سنوات الـ4 سنوات من كل هذه الأحداث، ما يزال الحوثيون يسيطرون على رقعة واسعة من الأرض تضم أكبر عدد ممكن من السكان. نعم. طيب صدد الكثير من مؤسسات الدولة. نعم تفضل. طيب اسمح لي نشارك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير. مساء الخير وتحية لكل الأخوة. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أنت أيضا ربما الأستاذ وضاح يعني وجهة نظري بأن الحوثيين ربما حققوا الهدف الأول وهو نقل الجرحى، ربما بينهم خبراء إيرانيين وأيضا من حزب الله، وقد يعني يعتذرون عن عدم المشاركة في السويد. ما توقعاتك أنت؟ ولا أعتقد بأنهم يعني حققوا فقط الهدف ثم يعتذروا، لكن نعرف أنهم حريصين بأن لا يقدموا على أي خطوة إلا بمقابل، وخاصة أن الآن هناك حالة استرضاء لهم يحاول المبعوث الأممي وكذلك الدول التي تسعى لعقد المفاوضات في السويد بأن يحضر الحوثيين وأن لا يتصرفوا كما تصرفوا في سبتمبر الماضي. لهذا السبب أعتقد بأنهم سيذهبون إلى السويد، وكما ذكر في الأنباء فأن المبعوث الأممي سيرافقهم، وهذا ما تحدث به أمام مجلس الأمن قبل عدة أسابيع. كل هذه الأمور تشير إلى أن الخطوة القادمة التي يسعى لها المبعوث الأممي والوسطاء والدول الكثيرة التي تسعى لها وهي عقد المفاوضات، يعني كاننا الآن نتحدث أن الهدف هو عقد المفاوضات بعد أن فشلت جميع الجهود لعقد أي مفاوضات منذ 2016، منذ أكثر من سنتين ونصف تقريبا فشلت جميع الجهود للمبعوث السابق وللمبعوث الحالي بعقد المفاوضات، فأصبح عقد المفاوضات هدف بحد ذاته. أما ما سيخرج عن هذه المفاوضات فهذا يعني يبدو أمر يعني بعيد جدا. يبدو أنه الهدف الأساسي الآن بعد أن يحضر الطرفان البدء في ما يسمى إجراءات بناء الثقة. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، حالة الدلال التي والاهتمام التي تبديها الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي، كيف تتابعها وتقرأها من وجهة نظرك؟ الحوثيين كما ذكر الأخ وضح خلال الـ4 سنوات الماضية تقريبا استطاعوا أن يرسخوا
وجودهم، الحرب بالطريقة التي أديرت، بالأشخاص الذي أداروها، بالشرعية الهزيلة التي واجهتهم، كل هذه الأمور قوتهم ولم تضعفهم. صحيح أنها بعدتهم عن بعض المناطق كما هو الحاصل في الجنوب وجزء من تعز، ولكن قوتهم في المنطقة الحصينة من اليمن، منطقة الجبال ومنطقة الكثيفة من السكان والعاصمة، وبالتالي هم في وضع عسكري وسياسي إلى حد ما قوي عما كان عليه عشية الحرب. عشية الحرب لم يكونوا بهذه القوة، ولكن بسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة تقوى الحوثيون، وأصبحت الكثير من المعارك التي أديرت معهم هي كانت أشبه بحروب صغيرة، والحروب الصغيرة هي تقوي المحارب ولا تضعفه، بمعنى أنها أشبه بمناورات وتدريب. فالحوثيون في خلال هذه الفترة تقووا وأصبحوا رقم مهم. العالم الآن يتعامل معهم بأنهم أمر واقع، يتحدثوا بأن الحلول لابد أن تكون مقاسمة مع الحوثيين، وهناك تخريجات كثيرة لهذه المقاسمة بشكل ما قال عنه وزير الدفاع الأمريكي حكم ذاتي، أشياء تشبه فيدرالية أقاليم هادي بس بصيغة ثانية. لكن في واقع الحال هذا الأمر أدى إلى أن العالم يتعامل معهم كما وصفته بدلال، وهذا الأمر سيستمر ما لم تتغير المعطيات على الأرض. نعم أستاذ وضاح الجليل، باعتقادك الأمم المتحدة لماذا تتساهل مع جميع المطالب التي يعني والشروط التي تقدمها ميليشيا الحوثي في المقابل يعني لا تأبه لمطالب الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي؟ على سبيل المثال ربما لم يعني حتى الميليشيا لم تفرق حتى على معتقل واحد، في المقابل يتم الإفراج أو يعني طائرة خاصة لنقل 50 جريح من قادات ميليشيا الحوثي الميدانيين والعسكريين. نعم، تحية للدكتور عبد الناصر المودع. أولا هذا الأمر، مسألة تدليل جماعة الحوثي ليس جديدا، هي مسألة قديمة وبدأت منذ عندما كان المبعوث السابق والأسبق جمال بن عمر موجودا في اليمن، هو الذي ذهب إلى صعدة ورتب لصيغة اتفاق السلم والشراكة الذي بموجبه حصل الحوثيون على الكثير من المكاسب السياسية. أما المكاسب العسكرية فكانت تحدث بسبب قوتهم الميليشياوية أيضا، وبسبب تواطؤ أطراف أخرى معهم وتسهيل تسليم البلد والمؤسسات لهم. الأمم المتحدة تقف خلفها قوة دولية لديها الكثير من المصالح والأجندة، هي تدير الأمم المتحدة ظاهريا وخطابيا وفق القانون الدولي، لكن من خلف الستار دائما هناك أجندة أخرى يتم التعاطي من خلالها. ما يحدث حاليا هو استمرار لابتزاز دول المنطقة وخصوصا السعودية والإمارات وإيران بجماعة الحوثي. السعودية وإمارات يتم ابتزازهم من خلال تمكين جماعة الحوثي من الاستقواء وفرض الأمر الواقع على الأرض، وبالتالي تصبح هذه الجماعة الحوثية تهديدا مباشرا لهما. وجماعة بالنسبة لإيران يتم ابتزازها بأن بتهديدها بأنه سيتم تمكين التحالف العربي من إنهاء وجود وكيلها في اليمن جماعة الحوثي. الأمر هذا أيضا له أبعاد أخرى، هناك أيضا مسألة إبقاء المنطقة في دائرة الصراعات الاجتماعية، صراعات مذهبية وطائفية تجعل هذه المنطقة رهينة التدخلات الدولية وأيضا سوقا للسلاح. عدم تمكين المنطقة وشعوبها ودولها من الاستقرار وبالتالي الحصول على سيادة القرار السياسي، وهذا الأمر بالتأكيد يحافظ على مصالح هذه القوى بالتدخل المستمر وبجعل المنطقة سوقا للسلاح. لذلك سنشهد أيضا في الأيام القادمة المزيد من التدليل الذي يقدمه المجتمع الدولي عبر هذه القوى لهذه الجماعة وتمكينها، برغم أنها جماعة إرهابية طائفية لا تقبل الآخر ولا تقبل بممارسة السياسة، هي تقبل فقط بأن تكون هناك قوى
أخرى تقدم لها مثل هذا الدعم اللوجستي والمادي والسياسي، لكنها لا تقبل بوجود شريك آخر لها على الأرض. نعم. أستاذ عبد الناصر، الحكومة الشرعية لماذا برأيك لا ترفع من سقف مطالبها رغم أنها هي الشرعية المعترف بها دوليا؟ لماذا تخضع كل مرة لشروط التي تملى عليها من الأمم المتحدة دون أي اعتراض؟ الشرعية هي هذه الشرعية الحكومة هي ضعيفة في الأرض، ليس لها وجود حقيقي، هي خيال فقط، مجرد خيال العالم يعترف به أيضا بضغط خارجي يعني أو بتسهيلات خارجية، بمعنى أنه لو سحبت السعودية الاعتراف بشرعية هذه ينهار، لأنه ليس لديه وجود حقيقي على الأرض. صحيح هناك أطراف كثيرة تقاوم الحوثي، ترفض الحوثي، لكن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي هي خيال وليست حقيقة، هكذا يراها العالم. يعني خذ على سبيل المثال الحرب الدائرة في الحديدة، تقال بأنها القوات الشرعية والحديث عن أن هذه قوات حكومية، ولكن هذه القوات لا يستطيع وزير الدفاع ولا رئيس الأركان ولا مدير التوجيه المعنوي أن يزور هذه القوات، ناهيك عن أن يأمرها، وبالتالي هذه القوات هي تأتمر من قبل دول التحالف مباشرة، إضافة إلى أشياء أخرى. يعني ما حدث في عدن الأسبوع الماضي أن يحتفل الانفصاليون بالعلم الانفصالي وبوجود بحضور الدولة من دول ودولة الإمارات حاضرة هذا الاحتفال، بينما الحكومة تحتفل مختبئة في أحد الصالات المغلقة ويتكلم رئيس الوزراء بكل حذر ألا يستفز الانفصاليين، بينما هو نظريا رئيس الوزراء الشرعي. هذا الوضع بينعكس تماما على موقفها، وبالتالي العالم لا يتعامل معها بأنها سلطة شرعية حقيقية تمتلك مشروع دولة وتمتلك الحضور على الأرض، تمتلك الكفاءة، تمتلك النزاهة، تمتلك القضية التي تدافع عنها. لهذا السبب ليس لها القدرة على أن تملي شروطها، ولهذا سنجد هذه الشرعية فقط تذهب حيث تؤتمر من قبل دول التحالف، تعترض عندما يطلب منها ذلك أو تقبل عندما يطلب منها ذلك. نعم. أستاذ وضاح الجليل، هل فعلا الشرعية بهذه الصورة التي شرحها ووضحها الأستاذ عبد الناصر المودع فيها من من الضعف ما لا يؤهلها لإملاء أي شرط، وإنما هي فقط تنتظر الأوامر من التحالف وتذهب إلى المكان الذي تؤمر إليه فقط؟ للأسف الشديد نعم، وأتفق مع الدكتور عبد الناصر المودع إلى حد كبير. هناك ضعف كبير تشهده الحكومة الشرعية وقيادة الحكومة والسلطة الشرعية، لا يمكنها من أن تفرض شروطها. كان بإمكان الحكومة والسلطة الشرعية أن تتجاوز هذا الأمر بأن تسمح للكثير من القوى الموجودة على الأرض أن تمتلك قرارها المباشر في العمليات العسكرية وفي تحديد أولوياتها على الأرض، أن تكون هذه القوى ممثلة بنفسها وتمثل المزاج الشعبي الرافض للوجود الحوثي، لا أن تكون مؤتمرة بأوامر فوقية من الشرعية نفسها ومن التحالف. هذا الأمر أفقد المقاومة الشعبية قرارها المباشر وأفقدها حتى صوتها الوطني. لكن لا نستطيع أيضا أن في المقابل أن ننكر أن ما يزال لدى الشرعية الكثير من الخيارات، ما يزال الرئيس عبد الرب هادي هو من يستطيع أن يحدد الكثير من التفاصيل. لا أحد يستطيع، حتى التحالف العربي نفسه لا يستطيع أن يتجاوز الرئيس هادي إذا أراد وقرر واتخذ الكثير من القرارات. ربما ما تزال قوتنا الوحيدة وأملنا الوحيد في أن الرئيس هادي لديه القدرة على أن يتخذ الكثير من القرارات بصفته هو الرئيس الشرعي الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه. لكن ما دون ذلك فعلا هناك ضعف كبير تشهده الجبهات على الميدان، أقصد ضعف سياسي، ضعف في اتخاذ القرار. لماذا لا تكون المقاومة الشعبية هي أحد الممثلين في المفاوضات المباشرة
الآن نعم. يتم تجنيب الكثير من القوى على الأرض وتمكين فقط جماعة أو عفوا الحكومة الشرعية التي لا تمتلك الكثير من الخيارات. أشكرك. نعم المحلل السياسي وضاح الجليل كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى عمان مع الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، كما يقول الأستاذ وضاح أنه لم تبقى يعني ربما من لديه شرعية ولديها الأمر والنهي فقط، إن أراد هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، لو أراد ربما لتغير الحال في أي مفاوضات سياسية أو يعني اتخاذ أي شروط لأي مفاوضات. يعني هذه من ناحية النظرية صحيح، لكن من ناحية العملية نعرف أن الرئيس هادي هو أضعف من أن يتخذ الرئيس هادي لا يمتلك الشرعية الحقيقية بالمعنى القانوني ولا بالمعنى الأخلاقي، بمعنى رداءته في إدارة الدولة، فساده وفساد أسرته، ضعفه الشخصي، لا يمتلك الكاريزما، لا يمتلك الإحساس بالمسؤولية، وبالتالي يستحيل على الرئيس هادي أن يتخذ أي قرارات معارضة للشرعية للتحالف، لأنه من الضعف الأخلاقي بحيث أن يتمكن من مواجهتها، بمعنى هناك ملفات كثيرة حوله وحول فساد أسرته تجعله أعجز من أن يقف في وجه التحالف بأي شكل من الأشكال، ولا هذا هذا نعم. هذا الرهان هو رهان غير واقعي ورهان نعم. خاسر. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني إذا ما تمت فعلا هذه المفاوضات وذهبت الحكومة الشرعية وذهب الحوثيون إلى السويد، يعني باعتقادك ما الذي سيتحقق من أرضية سياسية ومشتركة ربما تحصل إن تمت هذه المشاورات والمفاوضات في السويد؟ يبدو أن احنا سنظل نعود إلى ندور في نفس الدائرة المغلقة التي بدأت التي درنا فيها منذ أول مفاوضات في سويسرا. يبدأ الحديث عن نقاط معينة ثم نعود إلى نقطة الصفر. الآن كان المبعوث الأممي يريد أن يتبع تكتيك مختلف ويمارس ما يسمى دبلوماسية الخطوة خطوة، يبدأ بما يعتقد بأنها القضايا الصغيرة ثم ينتقل للقضايا الأكبر وهكذا. القضايا الصغيرة الذي يريد الآن المبعوث الأممي أن يركز عليها في المفاوضات المقبلة في السويد أو في الجولة القادمة من مفاوضات السويد، ويريد أن تكون هذه الجولة مقتصرة على قضايا بناء الثقة، مطار صنعاء، الرواتب، الموظفين، على المعتقلين وغيرها، خلق أمر واقع. إذا لكن هذه حتى هذه القضايا وجدناه من أكثر من 3 أشهر كان متفائل بأنه سيفتح مطار صنعاء، متفائل بأنه سيتم تبادل الأسرى، نجد بأنه وقت الصدق وقت الحقيقة كل طرف يتمسك بموقفه ولا نجد لهذه القضايا. يمكن تلخيصها بأنها مساعي أستاذ عبد الناصر من أجل تطبيع الأوضاع كما هي عليه فقط والاعتراف كلا في المنطقة التي يسيطر عليها وتمضي الحياة في اليمن هكذا، ربما هذا التوجه الآن الذي يريده المبعوث الدولي. لا يعني على الأقل نقول هذه ليسها الآن، احنا نتكلم هذه يمكن في مرحلة لاحقة. نعم. التفاهمات السياسية، لكن احنا نتكلم الآن في الوقت الحالي أنه لن يستطيع حتى في القضايا التي يعتقد بأنها صغيرة، لا أعتقد بأنه سيحدث فيها أي اختراق. نعم أشكرك. هذا توقعنا حتى الآن. أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان. وفي دقائقنا الأخيرة نشارك معنا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. هل أصبحت الحكومة الشرعية عاجزة أن تشترط أي شروط أي مفاوضات وإنما تنفذ ما يملى عليها؟ الموضوع ليس موضوع عجز أو أن الحكومة عاجزة عن اشتراطاتها، هي تشترط دائما على أساس على أسس واضحة للمشاورات، وهي طبعا ما تم الاتفاق عليه سابقا، المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي. ما دون ذلك أنا أعتقد أن الحكومة لن تكون طرفا في إفشال أي مشاورات قادمة، لأنها في الأول والأخير تبحث عن حلول حقيقية وتبرهن للعالم أجمع أن الحكومة ماضية في إنهاء الحرب
البدء الحقيقي في مشاورات، وهذا ليس أيضا من الحكومات. نعم. هذه هي شروط ثابتة. نعم أستاذ مختار، هذه هي ربما أهداف ثابتة دائما تعلن عنها الحكومة الشرعية ومتمسكة بها ولن تتخلى عنها كما تصرح دائما. لكن الآن مثلا تذهبون إلى مشاورة السويد، الحوثيون حققوا هدف من أهدافهم نقل 50 جريح بينهم خبراء إيرانيين وقادة عسكريين من حزب الله ومن إيران وأيضا من قادتهم الميدانيين العسكريين، لكن أنتم في المقابل عجزتم حتى عن اشتراط الإخراج يعني مجموعة من المعتقلين السياسيين على الأقل. بالنسبة لخروج الجرحى الحوثيين، طبعا العالم ينظر لهذه القضية أنها قضية إنسانية رغم التخوفات ورغم أن الحكومة رفضت في السابق، ولكن طبعا العالم أجمع والأمم المتحدة تنظر لهذه القضية أنها قضية إنسانية، ومن حق الجرحى الحوثيين أن يتلقوا العلاج بغض النظر، ومن حق المعتقلين الذين مر عليهم 4 سنوات أستاذ مختار أيضا أن يفرج عنهم وأن يعرفوا أهلهم أين مصيرهم. بكل تأكيد أنه من حق المعتقلين والمختطفين والأسرى لدى الميليشيات الإنقلابية أن يتم إطلاق سراحهم، وهي قضية أساسية تناقش الحكومة دائما في كل المشاورات، تناقش هذه القضية، وتم تسليم الكشوفات وأسماء المختطفين والأسرى والجرحى وكذلك من اختطفوهم من منازلهم، تم تسليم هذه الكشوفات في مشاورات الكويت، وهي أيضا ما سيتم مناقشتها في مشاورات السويد المقبلة. وهي طبعا هذه المشاورات هي مشاورات من أجل بناء الثقة، سيتم مناقشة موضوع الأسرى والمختطفين وإطلاق سراحهم وكذلك الانتقال إلى القضايا الأخرى. نعم. وهي قضايا إذن لا تعولون أنها ربما تحقق اختراق في الأزمة اليمنية وربما يصل الجميع إلى نقاط يعني مشتركة تبدأ منها عملية سياسية حقيقية؟ لا لا لا، لن يتم مناقشة أي قضايا سياسية ولا حتى أمنية وعسكرية، هي مجرد لقاءات كل طرف في حدا، لن يجتمع الطرفان، سيكون كل طرف في مكان مختلف وسيتم مناقشة أسس بناء الثقة، ولن يتم التطرق إلى القضايا الأخرى والتي أعتقد أنها ستكون في مشاورات أخرى، إنما هذه هي خطوة من أجل بناء الثقة فقط. وهذا طبعا ما تم يعني مع المبعوث الأممي. يعني الآن يعني من ضمن النقاط أنها الوفد كلا سيكون بمفرده، لن يجتمع الطرفان في طاولة نعم واحدة. لن يتم هناك أي لقاء بين الطرفين في طاولة واحدة، وإنما كل طرف في حدا، وسيتم مناقشة قضايا محددة ومرتبة سلفا، وهي قضايا بناء جسور الثقة فقط، إطلاق سراح المختطفين والأسرى. إذا ما الجديد؟ إذا كانت بهذه الصورة ما الجديد أستاذ مختار؟ إذن ما المبعوث الأممي اليوم هو في صنعاء ويقابلهم ويقابل أيضا الحكومة الشرعية سواء في عدن أو في الرياض، ما هو الجديد إذن؟ يعني الجديد فقط أن يذهبوا إلى السويد، هل هذا إنجاز؟ الجديد طبعا هذا يعتبر إنجاز للمبعوث الأممي أنه استطاع أن يجمع الطرفين، لكن نحن نقول دعنا نتفاعل أخي بشير، دعنا نتفاعل بأن هذه هي تكون خطوة ضمن خطوات قادمة لإحلال الأمن والسلام و إنهاء الانقلاب في اليمن، وليتيح المجال أمام هذا المبعوث ليدلي بدلوه، وأيضا يعرف الطرف الحقيقي الذي يعرقل هذه المشاورات، ومن الذي يرفض السلام، ومن الذي لا يريد السلام أن يعم اليمن بأكمله. نعم. ربما الهدف الواضح فقط أستاذ مختار من المبعوث الدولي أنه يحقق اختراق بأنه استطاع أن يجمع الأطراف خارج اليمن، ربما هذا هو الهدف الأساسي فقط وليس جانب إنساني ولا جانب حل أزمة يمنية. أشكرك. قد يكون من هذا الطرف، ولكن نحن دعنا نتفاعل ودعنا نتيح الفرصة أمام المبعوث، ودعنا أيضا نمد أيدينا، لأن أيدي الحكومة دائما ممدودة للسلام، وهي دائما ما تدعو إلى السلام، وننشد السلام جميعا ولسنا دعاة حرب. أشكرك مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.